جاء سوا من بعد العلن وهلا اخر انجز. مثل كل اسبوع اخر انجاز برعايه بنك اوف بيروت مكمل معنا. اليوم معنا شاب عمره 18 سنه بس عنده انجازات عديده بيتنوعوا بين الرسم، الموسيقى وتحديدا العزف على البيانو لاهم البيانيست مثل شوبان ورخمانينوف واكيد غيرهم. انجازاته مش مقتصره بس بالفن انما امتدت للرياضه، فهو عداء فاز ببطولات كثيره واخرها كان المرتبه الثالثه ببطوله لبنان 400 متر حواجز. لنتعرف اكثر عليه وعلى انجازاته بنستقبل انطوان فياض. مساء الخير أنطوان، أهلا وسهلا فيك، تفضل. أنطوان فياض أهلا وسهلا فيك، اسم الله عليك. يعني بالرياضة موهوب، بالموسيقى بالصف كنت الأول؟ كمان قد عمرك أنطوان؟ 18. صرت بالجامعة؟ أول سنة جامعة بعمل مهندس بأليو. كمان؟ باش مهندس. طب باش مهندس خبرنا كيف وصلت لكل هالانجازات؟ انت يونغ اتشيفر بالنهاية. صح، انا بلشت بيانو بالاول وقت كان عمري 4 سنين وبي عرفني على البيانو واكسلد انت، يعني كنت عم اتعلم بسرعة كتير. فت على الكونسرفاتوار عم جيب علامات ان ديستينكشن كل التيست وعم بلعب بياس دو بيانو نيفو اعلى مني بكتير فور ماي ايج. ات يونغ ايج كنت عم بلعب اوريدي بيك بيسز لرخمانينوف، شوبان، في عندي فيديوهات على يوتيوب و اي اكسلد انت بالبيانو وخلصت انا هلا كل شيء، خلصت كل نيفوات البيانو وطلع لي الدبلوم البيانيست تبعي. بلشت تركض؟ بلشت اركض. الركض بلشتها من سنتين كنت عم بركض بالمدرسه، هو الاكتيفيتيات بالمدرسه، وفي معلمتي اسمها مدام روباتيه بدي اشكرها كثير، هي خلتني أعرف شو البوتنشل عندي إياها. قلت لي أنت لازم تفوت مع كلوب تركض وتروح تمثل لبنان. معلمة رياضة هي؟ معلمة رياضة. فرجعت على البيت أول خبرية عم بقولها لأهلي بدي أركض، فكروني عم بمزح أكيد. لك أركض من هون بيك. وتان قبلت بكلوب، رحت أنا لوحدي على كلوب وقبلوني، قلت له بيي أنا بدي فوت على كلوب. قال كيف بدك تفوت على الكلوب؟ ما قبل، ما ركبت براسه لان كنت عم بعمل فوتبول بيانو رقص وعند المدرسه. قال لي شو بدك تعمل فيهم كلهم؟ اهم شيء علاماتك والبيانو. الي قلت له بيي بدي اركض، يعني انت عرفتني على البيانو، انت عرفتني على الرسم من انا وصغير، بس هيدي الشيء انا عم تجي من قلبي عم بقول لك بدي اركض. And you have my word، بدي ابقى الاول وبتشوف. وهي ما كانت هينه، يعني روحه مدينه رياضيه، انا ساكن بشبال، روح باص فان مدينة رياضية ساعة. فكانت راح تركض على مدينة رياضية. كنا استقبالي سكسس ستوري بالبرنامج. ارجع ساعة ونص كانت من بعد المدرسة يعني. نعم. برافو. طب ليش 400 متر حواجز؟ انه منا اجمالا السبار اللي بتلاقي 100 واحد راكدين عليه. انا بعمل اصلا 200 و400 متر حواجز، هاي كانت تمرينتي. بس لانه جسمي، لاني طويل وجسمي بخليني ابو 400 حواجز عملتها. وصلنا على بطولة لبنان. قلت له بيي انا بدي اعمل 400 حواجز، ماني عاملها قبل يعني كومبيتيسيون. قال لك بيانو. قال لك بيانو. قال لي على الستريس فيك تجرح حالك، ما بعرف شو بيصير، ما بدي اياك تعملها. قلت له طيب ما راح اعملها، راح اركض بس 400. وصلنا نهار بطولة لبنان، هي اوبن رجال مش بس لعمري، يعني كل الرجال. طلعت بالتراك هيك قلت له بدي اعملها، بدي اعمل 400 حواجز ونزلت اتمرن. كنت عم فوت بالحواجز بالتمرين يعني على الستريس. بس قلت بدي اعمل، انت قلت له بدك تعمل 400 حواجز، يعني 400 تفوت فيهم. 400 تفوت فيهم. نعم. بلش الريس، كان هو انه عم بيصوروا فيديو انه عم بيحيصوا لي انطوان انطوان، بفتكر ما راح يصير شيء. شوفوا بالفيديو جراجويت لي كلهم عم بيحيصوا، ما فيكم تعرفوا الاحساس وقت اللي خلصت الريس وطلعت ثالث اوفر اول. يعني اول واحد من انصار كلوب عمره 28، ثاني واحد من الجيش عمره 25، ثالث واحد انا 18 سنه. والاحساس توصل على البلاتو اليوم شو؟ عن جد احساس كثير حلو، كثير حلو، لان باخر كم حاجز نطيت كان في يعني
كان في ناطرة شوي بس بسيطة سبب ولا بين بالناط اليوم. وبآخر السنة كمان يعني تبقى كلام اللي قلت له لبي بآخر السنة نجحت باك مانسيون تري بيان بيانو بيانو دلعتني عبامو عملت كونسير بيانو للآخر راشد بحصلي حبعطيك ثلاث أمثال بثلاث لغات العقل السليم في الجسم السليم لميوزيك أدوسي لمارس A man paints with his brain not with his hands عطي ديكشنير معون ربطت ثلاثة بثلاث لغات Thank you شولا منصور بس شوفي أنا أكيد هيك سوري أكيد هيك شولا منصور أنا بدي أقول لك إنه أنت you are a genius أنا بقول له لابني أنت you are a genius بيعمل نص ربع اللي أنت بتعملهم بس you are outstanding ولازم تكفي هيك وبس رح تصير بعدين كتير مهم ومشهور رح تكون معروف لأنك مش بس تعمل شغلة واحدة فيك تعمل كذا شغلة عن يفو عالي بقى ما تضيع شفت الرسم كمان وما تضيع طريقك لأنه you are a genius برافو بعطيك أكيد مرسي تينو كرم أنا عندي بس سؤال لألك اليوم أنت أخذهم كل اللي بتعملهم موهبة هوبي بس عم تدرس بالجامعة هندسة مش هيك تتصير مهندس ليه ما بتحط اللي أنت قوي فيه كتير يكون هو شغلك الأولاني يعني سؤالي هو إذا اليوم فيك تكون مهندس كتير مهم ولا تكون بطل عالمي بالركض أيها بتكون أيها بتنقى هادي بيت كبير كبير كتير مع أهلي which will depend on this or this بابا. which will depend on the investment this or that يعني أنا حلمي من قلت له أنا بدي مثل لبنان روح لبرا مثل لبنان بالركض at a very young age أول شيء ما صدقها بس الهيئة عم بتصير I'm on the process of doing it وإن شاء الله كل شيء يكون منيح ليش هيدي مهمة تينو هم الشهادة للآخر تينو باتريسيا الله يحميك من عيوني اول شيء بدي اقول لك انه كثير حبيت وقت قلت انه انا عبالي انا اكتشفت انه بحب اركض فتركني انا اعمل شيء انا اكتشفته مش انه بيانو لان انت علمتني صح. بس التزامك وقديش انه انت قررت انك تروح هو اكيد من الشيء اللي تعلمته من البيانو ومن اللي كمان الشكل اللي بيك ربيك عليه أكيد. أكيد. وما تحط البيانو عشان بالعكس كمان خلي ايديك يركضوا على البيانو ضلي اياها بيي اكيد لا اكيد من الاخر باتريسيا من الاخر انه هيك مش رين كمان بيناتنا انا مش عم جرب فكر انه شو بيبقى لك وقت تعمل يعني قدرت تشيطن انت وصغير يا عم وتروح وتلعب مع الاولاد على الطريق وهيك انه في الاشياء ما رح اقعد عددهم ولا رح اسالك اسئله ولا شيء بمجرد ما عم طلع الاول بمدرستك وشاطر بجامعتك وبترسم وبدق بيانو وبكتعمل سبور ومعنا على الطاوله هون بالحلقه كمان اوتوماتيكمون اكيد تمزاب وانتبه على حالك ميرسي كثير أنطوان وقتها بيير كان عم يحكي عن إنجازاتك أنا حسيت بدي أشوف واحد نيرد قدامي ما كنت عارفة حشوف كمان حدا كتير حلو قدامي جغل جغل عليك جغل أسلوبية كتير أنت وملحقك بصاحب أنطوان بعد بس خلاص بعد الحلقة هلا بعد الحلقة بعد الحلقة هلا بعد أكيد هيك أنطوان برافو ميرسي كتير مرت الجاي بتسحب لك واحدة غير شكل لأنك عم تساب لك بآخر إنجاز كمان بتكون إنجاز جديد بدي أشكركم أطوان أطوان بنك أوف بيروت حبيت تفتح لك حساب أولا بنقول لك برافو لأنك وصلت لعنا هون على البلاتو لأنك قطعت بعدة مراحل بتذكر كل الأشخاص اللي حابين يفوتوا بعد فيهم يرجعوا يقدموا يعني أوكي. رجعوا فتحوا أبواب الانتساب لحديت آخر جانفيه لكن لحديت 31 جانيوري فيكم تفوتوا على yaplebanon.com وتقدموا تبعثوا الابليكيشن تبعيتكم تعبوا الابليكيشن تبعيتكم لكن أنطوان فياض الاسم دبل واي دخيلك يوصل لواحد تاني والمبلغ هو $3,000 من بنك اوف بيروت وراح يحولوا لك المصاري هلا ها قول الله ما تقطع الكونكشن برافو أنطوان ميرسي كثير بدي اشكر كثير بنك اوف بيروت والبرنامج دعموني خلونا نعرف شو هي الفاليو اوف اور تالنتس بدي اشكر كثير اهلي وكلكم سوا ميرسي كثير لكم برافو انا بنشكرك كثير وبرافو لكل شيء عم تعمل